مر معنا حفظكم الله أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية هم أهل الحديث. يقول: هل هم من يطلق عليهم الآن أهل الحديث في الوقت المعاصر أيضا؟ يعني منهم أهل الحديث، ما هم محصورين في أهل الحديث، لكن منهم أهل الحديث لأنهم أولى بذلك، محدثون، ما هو اللي يقرأ في كتب الحديث يقال له محدث. اللي أخذ الحديث عن العلماء عن الحفاظ، أخذ علم الرواية والحديث عن الحفاظ المتقنين، ما هو كل من قرأ كتب الحديث يصير محدث. نعم، العلم ما يؤخذ عن الكتب، والحديث ما يؤخذ عن الكتب، يؤخذ عن الرواة الأثبات. نعم.